بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم ولقاء حول موضوع تمس إليه الحاجة ويحتاج المرء المسلم إلى معرفته، وهو سؤال تثيره النفوس كثيرا، وهو كيف أتلذذ بهذه الطاعة، وكيف أكون ممن يستمتع بأدائه لهذه الطاعة ويحس بهذا الإيمان وهذا السمو في هذه النفس. جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كما ورد عن حنظلة رضي الله عنه أنه كان في طريقه فلقي أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فقال نافق حنظلة، قال ما تقول، أو انظر ما تقول. قال إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ويذكرنا كأننا نرى الجنة والنار رأي عين، فإذا انقلبنا إلى أهلنا، أي عدنا إلى أهلنا وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا. فقال له أبو بكر رضي الله عنه إني أجد ما تجد. وهنا قال لنذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حنظلة ما قاله لأبي بكر، قال نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال إذا كنا عندك يا رسول الله تذكرنا فكأننا نرى الجنة والنار رأي عين، فإذا انقلبنا إلى أهلنا وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا. قال إذا كنتم في أهليكم كما تكونون عندي، أو قال لو تدومون على ما أنتم عليه عندي في أهليكم لصافحتكم الملائكة في الطرقات. إذن هذا دم على تلذذهم بهذه الطاعة حين يحضرون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحين يسمعون منه هذه الأحاديث التي تزيد في إيمانهم. إذن لزيادة الإيمان وللذكر ولمصاحبة الصالحين أثرها العظيم في التلذذ بالطاعة. فعلى المرء إذن أن يحرص على هذه الصحبة، وأن يحرص على هذه الملازمة لحلقة الذكر ومجالس العلم، فإنها تزيد في الإيمان وتجعل المرء يتلذذ بهذه الطاعات. أما إذا كثر له وابتعد عن هذه الطاعات فإن هذه اللذة تقل. ولا يعني هذا أن المرء سيكون على هذه الوتيرة دائما، بل إنه يكون في إقبال وفي إدبار، كما يقال في مد وجزر. فحين يسمع الآيات أو حين يحضر مجالس الذكر يزداد إيمانه، وإذا غفل عن هذه الأشياء ضعف هذا الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل عمل شرة، أي كل عمل يبدأ فيه الإنسان يكون فيه حماس وفيه ازدياد، ولكل شرة فترة، أي بعد هذا الحماس وهذا الازدياد يكون عنده فتور يعقب هذه الحماسة. لكن العبرة بالخواتيم، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. فعلى المرء إذن أن يراجع نفسه، وأن يحرص على أن يكون دائما محاسبا لهذه النفس، أن يعرف ما يصلحها فيلتزمه، وأن يعرف ما يضرها فيبتعد عنه، وبهذا يكون بإذن الله تعالى ممن تلذذ بهذه الطاعة، ممن حرص على هذه اللذة التي افتقدها الكثير من الناس. إذن ملازمة الذكر، ملازمة الطاعات، ملازمة مجالس العلم، الحرص على مصاحبة الصالحين، كل هذه الأعمال من شأنها أن تجعل الإنسان يتلذذ حين يقوم بهذه الطاعة. أما إذا غفل عن هذه الطاعات أو عن هذه الأعمال فإن هذا يجعله بعيدا عن وجود مثل هذه اللذة. فعلى المرء تلمس أسباب هذه اللذة التي تزيد فيها. وقد استوقفتني رسالة قرأتها لأحدهم يقول فيها إنه قد استقام على هذا الدين لسنوات، وهو ممن أطلق لحيته وأعفاها وقصر ثوبه وكان حريصا على حضور مجالس العلم، وهو يحفظ القرآن، لكنه يقول في قرارة نفسه إنني لا أجد هذه اللذة التي ينشدها أو يتحدث عنها كثير من الناس. والجواب أن الإنسان يحتاج إلى أن يصبر وأن يلازم الطاعة وأن يستمر حتى يروض هذه النفس ليجد بعد ذلك اللذة التي تعقب هذا الالتزام. فلا يستعجل الإنسان مثل هذه اللذة، لكن عليه أن يستمر في الطاعات حتى يتحصل عليها بإذن الله تعالى.
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق فينا هذا المأمول، وهو أن للطاعة لذة، ونرجو أن نكون ممن يحرص على تحصيلها. إذن الطاعة لها لذة، وجربها.